الاختصاصات. هذه المصارعة أروى من اليمن باللباس الأزرق طلقت إنذار منذ بداية هذه المنازلة. أنا نقول باللي دولة اليمن الشقيقة معروفة بالرياضيين اللي لحقوا أعلى مستويات. أنا نتذكر باللي كان عندهم مصارع في وزن أقل من 60 كيلوغرام. وزاري. وزاري نعم. نعم. وزاري يعني كانت بالصورة البطيئة. ما نحتاجوش صورة بطيئة يا سادات، تعود نفس الصورة على حالها راح تشوف أنه صورة بطيئة. لهذه التقنية وموسيقون. يلا يلا يا حكم. مروة معملي راهي رياضية اللي تعرضت الإصابة هي تاني. أوسيكم إيبون لمروة وميدالية برونزية للجزائرية معمري مروة. شوف يعني صورة حتى الحركة بطيئة. ماكي كومي حركة ماكي كومي سيتين تكنيك سبيسيال للوزن الثقيل. حصلت على وزاري بسبب التقنية، ثم كان عمل في البساط وحركة التجميد والوزاري الثاني والعلامة الكاملة إيبون وفوز معمري مروة بالميدالية البرونزية. عمري مروة كذلك مصارعة واعدة، لأنه احنا عندنا مازال عندنا مشكل في الوزن الثقيل عند الأمر.